بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الربيع الحسن حنين، أني من مساكينة ديال وزان، ودوزت واحد الفترة يعني طويلة في المجلس البلدي تقريبا واحد 30 سنة، يعني خدمة في هاد البلاد والعباد. القصة ديال هاد المكانة هادي هي مكانة كانت صنعت، يعني المصمم ديالها هو ألماني، ولكن اللي هما خدموا على الميكانيزم ديالها، يعني هاد البياس ديتاشي او قطاع الغيار ديالها، هما جوج ديال الخوت فرنسيين، وكان الاب ديالهم حتى الاب ديالهم كان كيصنع، سميتو عليه هاد القطاع الغيار ديال المواكد، هي جيرا الاسم ديال هاد الموتور، هذا جيرا، هما فرنسيين. هذه الصنعة ديالها كان عام 1891، بقات كدور يعني الصنعة ديالها حتى 1897. عام 1897 انتهى الصنعة ديالها. هذه كانوا جابوها الفرنسيين، هذوك الفرنسيين اللي كانوا جاوا لهنا الوزان في العهد ديال الحماية، كانوا نصوبوا هاد الصومعة هذه، وهي كنسميوها احنا في وزان المكانة. حوالي كنا واحد المرة كنا ما كانش عندنا شي مصادر موثوقة ديال التاريخ ديالها بالضبط، ما كاينش، وإنما تقريبا ما بين 27 عام 1927 حتى 31، هذا هو التاريخ اللي ديال سميتو عليه ديالها باش تصوبت هنايا. وهاد المكان هذه بالنسبه لنا حنايا كسكينه ديال وزان، هذه دارت في واحد الوقت الحمد لله كان عرفتي ما كانش هذا الاكتظاظ ديال مكان ديال السكينه، وما كانش الضجيج، ما كانش يعني القوه ديال السيارات والكثره ديال السيارات والصداع. حنا كنذكروا على انه كنا كنسمعوهم جميع احياء ديال المدينه، من القشريين حتى المريمرين. النهار اللي كان نهار كان عندنا واحد النهار يوم الخميس، كانت طواطا عندنا هي اللي كاينه لتحت، هي اللي كانوا كيستعملوها المعمرين، يعني فحال لاليرت اللي كتكون عندهم لاليرت كيخدموها باش العسكر ديالهم كيتجمعوا او شي حاجه، وشي حادث ولا شي حاجه. وبالنسبه احنا الذكريات اللي عندنا مع الطواطا كانت كتضرب كل يوم الخميس مع 12 ديال النهار، كل يوم الخميس مع 12 النهار، ولكن ديك شي انداثر ما بقاش الا ان هاد المقاله يعني وقفت واحد الفتره من الزمن تقريبا شي 27 سنه 25 سنه وهي واقفه، ولكن بفترات ماشي يعني كان بعض السوايع كانت كتخدم من قبل، كانت كتخدم وكتسكت واحد المره اتصل بي السيد الرئيس ديال المجلس البلدي محمد الهلاوي مشكور من المنبر، يعني طلب مني قال لي دابا انت بالنسبه لي الكهاوي كتهاوي هادشي ديال 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 التحف الاثر يوم منهم الساعات، يعني واش يمكن تصوب لنا هاد المكانه هادي وتسهر عليها وديك الشيء؟ قلت له ما كاين حتى شي مشكل، يعني محبه في البلاد. وكان واحد الصديق ديالي ساعاتي، جينا انا هو لهنايا وبشرناها وسيبناها على ان في واحد الحاله يرثى لها، انه كنا بدينا كنشوفوا كنقولوا على انه ربما ولا ربما يستحيل باش تعاود تخدم، باش عاود النبضات ديال القلب ديالها يعاود يدقوا، لان كنا كتخدم دقيقه هذه المكانه ما كاملاش كتسكت كذا. سيبنا فيها واحد ثلاثه ديال سميتو عليه ديال ثلاثه ديال البياسات قطاع الغيار ديالها مهرسين، هرسوهم شحال كانوا كيجيو لهنا الناس اللي ما عندهمش ايمان بهذا الشيء، انا كيجيو كيتكرفصوا عليها وكيمشيو في حالهم. المهم هذوك البياسات مشيت لعند الحداد وصنعتهم، ما بقى لا ميزون ديالها في الدار البيضاء ولا لا ميزون في باريس ولا حتى شي حاجه، كل ما هناك مشينا لعند الحداد صومناه ب 30 درهم لا اقل ولا اكثر. فلهذا استمرينا معه واحد الفتره من الزمان، وبدات النبضات ديال القلب ديالها كتضرب بجديه وبنشاط، والحمد لله حتى صارت المكانه يعني في المستوى رجعت للحيويه ديالها
الوقت اللي كانت صنعت فيه. والحمد لله انت كتشوف دابا الحمد لله المكانه خدامه، الناس يعني استبشروا خير، ساكنه ديال وزان، وحنا كنتوقعوا ان شاء الله بانه في القريب ربما غتصلح تم ترمم يعني من برا، وهذا الزجاج حتى هو يتحول. انت كتشوف راه هذه فتره ديال 100 سنه تقريبا ولا اكثر، لانه راه ماشي سهله من العمر، هذا راه قرن من الزمن، ولا زالت قائمه الحمد لله وكتخدم ولله الحمد. راه عرفتي عندهم ذكريات مع هذه المكانه هذه، راه عرفتي شي حاجه خرق العاده. الانسان ملي كيسمع دابا رجعت المكانه كضرب في الوقت الساعه ونص ساعه، عرفتي عندهم واحد الفرحه كبيره بزاف. انا كيتلاقوني في الطريق وداك الشيء وكيقولوا لي ودي الله يجازيك بخير وكذا، راه يعني هذا عمل تطوعي الحمد لله. احنا فرحانين يعني وصلت المدينه ديالنا ورجعت هذه المكانه تخدم، عرفتي راه ماشي سهله، راه صعيب الحد. وبالاخص كاين مدن عندنا عتيقه ديال في المغرب عندهم هاد المواكن، هادوم اللي كانوا تصوبوا في ديك الساعات في ديك الوقت هذاك، راه كلهم معطلين، اغلبيه الساحقه قليل الا اللي جاوا من بعد. اما الفتره ديال هاد المواكن هادوم صافي واقفين ما كيخدموا ما والو، ولكن حنا الحمد لله وزان دار ضمانه دار البركه الحمد لله. هذا ديال اللي كيدق اللي كيضرب ساعه ونص ساعه، وهذا من هنا كنعمروها، هذا هنا كنصعموها هنا وكنجروها هكا كنعمروها حتى كتطلع هذه، وهذه عاود كذلك هذه اللي كتخدم الساعه دقيقه وماشيه. ها هنا من هنا كنحققها، من هنا ملي كيكون فيها الزايد ولا شي حاجه ولا الناقص كنحققها، كنحل هذا ومن بعد كنريقلها من هنايا وكتولي كتخدم ديك الشيء العالي. وراه اللي مهم هو هذاك، راه هو الا كان شفتيه راه هذاك كيسميوه لا بوندول الرقاص، هذا هو اللي كيخدمها. ما انت راه ضربت جوج دقات هنا، كنسدوها باش كنحافظوا على باش حتى واحد ما يقرب لها، باش كتبقى دائما دابا كنشوفوا دابا المكانه. هانتوما راكم كتشوفوا فيها دابا، هذه بالنسبه لهذا اليوم المبارك الشهر ديال رمضان، وهو كنستعملوا هذا ما تسمى عندنا هنا في وزان بالطواطه، كنستعملوها في شهر رمضان بالاخص. يعني كانت واحد العاده هنا عندنا في وزان، يعني كانت في ايام ديال رمضان، وفي واحد النهار كل يوم خميس مع 12 ديال النهار، حيت كتنبه الناس بانه هذا النهار راه يوم الخميس، لانه الناس كانوا حتى من الباديه راه كانوا كيسمعوا سميتو عليه هذا الطواطه كضرب، لانه كان الحمد لله كان ديك الوقت هذا كانت ما كانش الصداع بزاف وما كانش بزاف ديال المسائل اللي نايه. كنستعملوها في الوقت ديال الافطار، يعني كتعلم الناس على انه راه الوقت ديال المغرب راه ممكن الانسان باش يفطر، وكنا كنستعملوها بساعه قبل السحور باش الناس ينوضوا يسحروا ويعرفوا على انه ما بقى لهمش بزاف واحد الفتره تقريبا ديال واحد الساعه الا ربع ولا ساعه ديال المكانه، يعني باش يقطعوا الناس سميتو عليه الافطار وباش يستعدوا للصيام. في المغرب ما كاينش شي مدينه اللي فيها هذا ما تسمى بالطواطه لا سيرين، هذه ما كايناش الا في وزان، لان كنستعملوها في يوم ديال رمضان، لانه هذه كانت تستعمل في الايام ديال الحمايه اللي كان الاستعمار. هي وزان هي الوحيده، وزان الوحيده اللي كاينه في المغرب هي اللي كتستعمل فيها هاد الطواطا، يعني في الوقت ديال الافطار وفي السحور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.